يا هلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ طبعا صرت جاهزه. وين رايحه اليوم؟ رايحه عندي انترفيو مع سناب شات، التيم كامل، المانجرز كلهم كذا، الموظفين راح يكونوا موجودين، وبعد راح يكون في كذا كرييترز من كذا، اتوقع من كذا بلد، ما ادري، بس اللي اعرفه انه راح اروح بكون المتحدث الرسمية للشرق الأوسط عشان أقول لهم مشاكلكم، إيش الكرييترز بالشرق الأوسط يحتاجون، إيش عندهم مشاكل، إيش نواقص، إيش أشياء نحتاج أن نضيفها عشان سناب شات يكون يعني برنامج أفضل، عرفتوا؟ فبس والله خليني أكون إذا عندكم شيء يعني واسطة، أنا كذا بروح وأتحدث، فأعطوني إيش عندكم. طبعا ما ادري اذا يمديني اصور من داخل ولا لا، لما اروح بشوف ايش الوضع، بس انه امس قعدت كذا قعدت افكر مع نفسي واقول وش محتاجين احنا، وايش الكرييترز بالمدى الرئيس يحتاجون، وايش في اضافات ممكن، حطيت لهم لسته كذا بطلع عيونهم باللسته اللي حطيتها، استنوني اذا في تحديثات صارت بسناب شات اعرفوا بسببي. وخلصت من الميتينج، وصلت لهم كل شيء بالكومنتات قريته من ناحية الكواليتي حق الفيديوهات، كل شيء قلتوه وحطيته كذا، كتبته بنوت وعطيتهم إياه، وحتى لو في أشياء شو ذا، حتى لو في أشياء ما قلتها قالوا لي أي شيء، قلت لهم إنه أنا سألت متابعيني وقاعد أنتظر منهم رد، ففي كثير ناس قاعدين يعطون كومنتات بأشياء معينة، فقالوا أي شيء تبونه أو أي كومنت ممكن يفيد سناب شات لو وصلت لهم إياه راح يصلحونه. وفي شغلة قالوا لي إياها، تخيلوا شفتوا خاصية اللي أرد عليكم بالكومنت، يعني لما أرد على الكومنت ويطلع، قالوا لي تذكرون ب 2019 لما أنا رحت ميتنج معهم وقلت لهم أفكار وقلت لهم أشياء، قالوا لي هذه الفكرة خذوها مني وصلحوا سناب شات وضافوا هذه الخدمة من الفكرة اللي أعطيتهم إياها، تخيلوا. فالحين أعطيتهم فكرة جديدة، وإن شاء الله إن شاء الله راح يسوونها بسناب شات، بس يسوونها بقول لكم هذه هي الفكرة اللي أنا قلت لهم عليها، فمرة متحمسة لها وأنتم بتنبسطون عليها بعد. يا هلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ طبعا توني خلصت تصوير وقاعد افكر كذا، قلت ما ابغى ارجع البيت، يعني ابغى احلل الميك اب والشعر يا اخي، زبده. قررت اني ادق على كل اصحابي، خلينا نطلع ابي احلل شعري وميك ابي. وخلصت راجع البيت، زبده. من بعد اللي صار فيني لا حرمت، صرت ما اطلع من غير ما اتاكد ان بنزيني يعني فل الحمد لله، فالحين البنزين عندي فوق النص، يا عمري انت لا تشيلين همي. الساعة ألمست 12 بالليل والميك اب صامد، والله ما ودي امسحه، شكل بنام فيه لين بكره، اصلا بكره عندي موعد ويحتاج تصوير وجهي خشتي، فشكلي بنام ميك اب عشان صورة تطلع احلى. يا صباح الخير، يلا تصريح، مسحت الميك اب بس ما كان لي خلق، لازم اروش شعري لانه يابس، ما كان لي خلق اروش شعري وانا الحين بروح اتروش، بس اشوف شعري واجهزه، وبس عندي شغل طبعا صاحي قبل الشمس، بس عادي يعني. توني رجعت من الجيم، ميلانو يو ار كوايت، والله العظيم من اضغط يلعب، اتوقع اني بقعد اصور طول اليوم عشان يلعب ويلعب. ها وشو انجل ها 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 ها
رجعت من الجيم، ابغى اخذ بروتيني، فيتاميناتي، اشيائي. حاخذ بروتيني طبعا. في بروتين كنت اخذ البروتين العادي، بس اكتشفت كل مره لما اخذ البروتين، حتى من زمان قلت لكم عنها، انه كل ما اخذ بروتين بطني يوجعني، كل ما اخذ بروتين بطني يوجعني، فقلت انه شكله ما يناسبني. اكتشفت مع الوقت، مع الغباء، مثل ما تذكرون لما رحت اشيك على الالرجي عندي، وطلع ما عندي الرجي، بس عندي مشكله مع اللاكتوز اللي مشتقات الاجبان والحليب وما ادري ايش. ف اكتشف بطني يعورني بالبروتين، لانه ايش؟ لانه في حليب، فعشان كذا بطني يصير يوجعني، ينتفخ، يصير يضايقني مره، عرفتوا؟ فاشتريت البلانت بيز، بس انه طعمه زي الزفت، ما عجبني، بس مضطرة اني اخذه لانه محتاجة اني اخذ البروتين. وشكرا. فبس انا حضر البروتين اللي طعمه خايف، بس شكرا الله. طعمه كذا كنا تأكلين من بودرة ميك اب، تشربون بودرة ميك اب بس. يما كنا طلعت لي عضلات. امزح امزح. احنا شربنا زين، وحتى انه ما يذوب لما تخضونه، يصير كذا تحسون انكم تشربون حبيبات، كذا تحسون بالبودرة. المهم علينا. باخذ فيتاميناتي طبعا، ما ننسى الفيتامينات حقتنا. شوجر بير برو، هذا اخر شيء نزلوه، الاصدار الجديد، نفس ايفون، ايفون 1 وايفون برو وايفون بلس بالضبط. فهذا برو، بدل ما تاخذون حبتين تاخذون حبه واحده بعد الاكل. طبعا انا ما اكله اوريدي، فتاخذون حبه واحده. طعمها علب من الكاندي العادي كذا، فيها حموضه، عرفت؟ شويش على حموضه. المهم عشان شعر، عشان اظافر، تبين شعرك يكون مثلا شايني اكثر، يكون فل اكثر، يعني يبين انه في فوليوم اكثر، مره يجنن. وحلو انكم تاخذونه باليوم، يعني كنه حلاوه اذا كنتوا ما تاكلون حلويات، زي محرومه من الحلويات، مره يجنن الاظافر. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يعني ترى هذه اظافري الحقيقيه، فمره حلو الاظافر، الشعر، كل شيء. ف بس والله قاعد يومي طويل بشكل، جوعانة، تعبانة، نعسانة، كل شيء بحتة. المهم جاي اخذ مية. ماما مية كاري دي كسامك. Hey mommy, what's going on? What's going on? زبده انعزمت على بول بارتي، ويعني مو مره بول بارتي، يعني بس كذا، اصلا ما في شمس زي الناس، يعني اصلا مو حر، يعني الجو شوي. زبده الموضوع انه ما لي خلق اروح اصلا، بس انه حرام كل دائما تعزمني وما اروح. المهم قررت اروح، قلت حرام يعني، و40 دقيقه درايف، عرفتوا؟ سواقه يعني. يوي قسم بالله صدعت. الاغاني ازعاج، والدي جي في مو دي جي، يعني سماعة فيها طول كذا، يعني عرفتوا الزمور، زي الزمور الشاحنة، عرفتوا وش يسمونه، الزمور حق الشاحنة، وش يسمونه، زي البزران، قسم بالله ما غير يكبس في هذه، والأغاني عالية وأطفال وصراخ. المشكلة أنه ما ينفع أنه أدخل خمس دقائق وأمشي، يعني عيب. قاعدة مساكتة وبتحاول مساكتة وبتحاول، ما قدرت، خلاص أنا عندي ميتنج لازم أخلصه، لازم أطلع. قسم بالله جاني صداع. يوم السبت ضيعت يوم السبت. تعرفوا إيش يعني يوم السبت بالنسبة لي؟ يوم السبت يوم مقدس، يعني لأنه طول الأسبوع أشتغل، والسبت تقريبا يعني هو أكثر الأيام اللي أنا لازم أطلع فيها، وضيعتها على هالمشوار. أبصيح. جاني صداع فوق حالتي. انا اساسا من صحيت اليوم
كانت أخلاقي زينة يعني، كنت كذا good energy وما أدري إيش. بعدين شربت القهوة، القهوة أقول لكم بعض الأحيان القهوة كذا فجأة تمسك معها إنها تعطيني كذا قلق، ما أدري إيش الشعور غريب يعني، عرفتوا؟ فطول اليوم فيني هذه الحالة، وجيت الحين خربتها بهالبول بارتي، أبغى أرجع بيتنا، رجعوني ما أبغى أطلع. يا بعد عمري والله جهزت ولبست وخلصت، رايحة أعوض عن أمس اللي ضاع، بروح أطلع مع أصحابي وبس والله. شو اسمه، طبعا بكرة إن شاء الله بروح أصبغ شعري. اسمعوا بقول لكم على شغلة، اللي يقولون لي غيري الأشقر غيري الأشقر، ترى أبغى أغيره، ترى والله انهلكت أبغى أغيره، والله أبغى، شايفين قاعد أطول الجذور، أبغى يعني يكون الغامق أكثر من الفاتح. بس مشكلة الهير ستايل الكالرز حقتي، خايف، هي خايفة من هالخطوة مو أنا، هي خايفة إنه أنا ما يعجبني وبعدها ما يعني الوضع يصير مو كويس، إنه ما عجبني وأطلب إنه تغيره وما أدري إيش كذا. أقول لها يا بنتي لازم أجازف، أنا تعبت، أنا خلاص أغير، يعني أبغى شعري يكون فيه أشقر، بس مو كله أشقر لون واحد، عرفتوا؟ بس إنه يعني بحاول أقنعها إنها تغير لي. Drive my body right them curves. يا صباح الخير، كيفكم، شو اخباركم، شو مسوين؟ طبعا توني مخلصه لقاء سويته، لقاء تلفزيوني، راح اقول لكم ان شاء الله بس يقرب يطلع. ومعنا المساعده الصديقه الجميله جت تساعدني، لان الاسيستنت حقتي مسافره عشان عيد ميلادها، فكلمت صاحبتي قلت لها هيلب ساعديني، ابغى احد يجي يصور بي تي اس بيهايند ذا سين. فان شاء الله يقرب اللقاء ينزل، راح أقول لكم تفاصيل لأنه أنا ما عندي تفاصيل لسه، بس قلت أصور لكم القصة الجديدة.